إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فدرسنا في هذا المجلس هو استكمال لما ذكر في المجلس السابق، وهو القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بما يجب لله وما ينفى عنه من أسماء وصفات في هذا الكتاب الموسوم بالفتوى الحموية الكبرى. فقد قال رحمه الله: ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل. ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولاً وعطلوا آخراً. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله عز وجل. فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوية، وكل ذلك محال، ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان. وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به، فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها،
وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهراً أو عرضاً وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان أو قوله إذا كان مستوياً على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. وهذا الكلام أو الجمل أظنها في غاية الوضوح، فإنهم فهموا شيئاً ثم بنوا على هذا الفهم نفي، فالذي فهموه خطأ والذي انتقلوا إليه من النفي خطأ، وهذا الذي يزيدها إيضاحاً في الكلام الذي جاء بعده، فإنه يقول: والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها، فهو في هذا يبين أنه كما أن نثبت لله عز وجل علم وقدرة تليق بجلاله لا كعلم المخلوق، فكذلك في الفوقية والعلو نثبت لله علو وفوقية لكنها لا تشبه ما للمخلوقات، فبهذه الطريقة نخرج من التعطيل ونخرج من التمثيل، وهذا هو الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة، وهذا هو الذي اعتقدوه. وفريق التعطيل وفريق التمثيل الذي يناقشهم الشيخ إنما التبست عليهم الشبه من علم الكلام ومن الفلسفة كما سيأتي. وهنا قال: واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلاً. لماذا قال هذا المقالة؟ لأن كل واحد منهم يقول العقل ينفي هذا ويحتج بالعقل وليس في العقل شيء، واستدل بذلك أنهم اختلفوا فيما ينفيه العقل، فبعضهم يقول ينفي كل صفة وبعضهم يقول ينفي ما عدا سبع صفات، وهم كلاهما يحتجون بالعقل، فإذا تبين أن العقل لا حجة لهم فيه. واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، والمراد الطريقة السلفية يعني العلم الذي ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم
ونقله عنه السلف، ولذلك سماها الطريقة السلفية، لأن الذي حملها هم السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. قال: لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، لأن الذين ضلوا بشبهات، فهو قد بسط الردود على شبهاتهم في كتب أخرى، وهذا الكتاب هو فتوى أفتى بها وأجاب بها أسئلة جاءت من مدينة حماه التي في الشام، ولذلك سميت بالفتوى الحموية نسبة إلى المدينة التي جاءت منها الأسئلة. قال: فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. ثم ذكر قواعد إذا تأملها الإنسان انحلت عنده الشكوك، لأنه قال: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب هم في أمر مليج، فإن من ينكر الرؤية، يعني ينكر رؤية الله يوم القيامة كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الخلق يرونه سبحانه وتعالى كما يرون القمر ليلة البدر. فجاء من هؤلاء المتأثرين بالفلسفة من ينكر ذلك، لأن الرؤية ينتج عنها أن الله بجهة العلو وأنهم يرونه فوقهم، ولذلك أنكروا الرؤية حتى لا يلتزموا بهذا اللازم. بعضهم أو أكثرهم أنكر ذلك، وبعضهم جاء بكلام لا يعقل، قال: يرونه لا في مكان، أو كلام نحو هذا. قال: فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، يعني هو ما دام العقل يحيلها فلا بد أن يؤول الكلام. ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول: إن العقل أحال ذلك، فأضطروا إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. فهو ذكر مقولات فاسدة، حتى منهم من ينكر المعاد، يعني ينكر البعث وحشر الأجساد، ومنهم من ينكر أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ونحو ذلك. والحجة الوحيدة التي يكررونها أن العقل يحيل ذلك. وأهل الكلام لا ينكرون أن الله سبحانه وتعالى يحشر الأجساد يوم القيامة، ولا ينكرون أن أهل الجنة يأكلون ويشربون، ويردون على من ينكر ذلك ويقولون: العقل لا يحيلها. وهو يحتج مثلهم بالعقل، هو يحتج مثلهم بالعقل، فهم يقولون: أنت كاذب في احتجاجك. فهنا يريد الشيخ أن يبين أن ليس كل من احتج بالعقل نسلم له، فإنه لا يسلم له، هذا وهم توهمه، والعقل لا ينكر ذلك. ولهذا قال: ويكفيك دليلا على أن فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة،
فيما تحيله العقول، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي، والآخر قال إن العقل أحاله. قال: فيا ليت شعري أي عقل يوزن الكتاب والسنة. يعني هم ما اكتفوا بالكتاب والسنة، بل نحوها جانبا وصاروا ينسبون كل شيء إلى العقل. قال: فرضي الله عن الإمام مالك ابن أنس، فرضي الله عن الإمام مالك ابن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه. يعني كلام الإمام مالك أن لا نلتفت إلى هذه الترهات التي يروجون بها وينسبونها إلى العقل، لأنهم مخصومون، كل واحد منهم يرد عليه بما رد به على الآخر. ثم قال في بيان هذه الحجة التي قررها أن يقال لهم أولاً، ذكر أربع أشياء. هو أولاً أن يقال: العقل لا يحيل ذلك. لما يقول إن العقل يحيل ذلك يقال له: أنت لم تصدق، العقل ما يحيل ذلك، فأنت تنفي ولا تسلم له بهذه الحجة. الثاني تقول أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، ما دام أنك أنت النصوص الواردة ثابتة في القرآن والسنة لا تحتمل التأويل. هو يقول هذه لابد أن نؤولها لأن العقل يحيلها، يقال له: لا تحتمل التأويل لكثرتها ولصراحتها، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلى التأويل عندما بلغها للأمة، فلا يلتفت لهذا القول. والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار. كيف جاء بها بالاضطرار؟ لأنه جاء بالقرآن والسنة، وهذه قطعيات واضحة. لو رجعت إلى القرآن تجد كل الأسماء والصفات مذكورة فيه وفي السنة، وهي كثيرة جدا. فمن الذي جاء بها؟ جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل، فعلم بالاضطرار أنه جاء بها، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. يعني هل نؤول الصلوات الخمس ونقول إن الصلوات لها تأويل، ولا نقول لها حقائق على ظاهرها؟ فإن قلت لها حقائق على ظاهرها وهو الحق، فيقال كذلك الأسماء والصفات التي جاء به. فما الذي دعاك إلى تأويل بعض ما جاء به الرسول وترك بعض ما جاء به الرسول، مع أن فرق الزنادقة أولت حتى الباطنية، أولت حتى الصيام والصلاة ونحو ذلك، حتى انسلخوا من الدين بتاتة. قال: إنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة. والقرامطة هي فرقة باطنية، يعني من قديم خرجت وحرفت الأديان وأفسدت الشرائع، وكان من جرائمهم أنهم جاءوا إلى الحجاج في مكة وقتلوا الحجاج واقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم، ولم يرجعوه إلا بعد سنين كثيرة أخذ منهم. وكانوا يسمون القرامطة لأنهم ينسبون إلى رجل اسمه حمدان قرمط. والباطل مهما كان لا يتصوره عاقل فإنه يروج عند سفهاء الأحلام، فكل صاحب نحلة
غالبا يجد له أتباع، وكذلك ويسمون الباطنية، قال ويسمون الباطنية لأنهم يدعون أن ظواهر القرآن والأحاديث أن لها بواطن تجري من الظواهر مجرى اللب من القشر، وأنها بصورتها توهم الجهال صورا جلية، وهي عند العقلاء رموز وإشارات إلى حقائق خفية. يعني قالوا أنتم لا تصدقون أن المراد بالصلاة الصلاة والصوم الصوم والحج الحج، هذه ظواهر، وما دام أنها ظواهر في معاني خفية لا يعرفها إلا العقلاء ولا يعرفها إلا أهل النبوغ ونحو ذلك، فيصدق الجهال من الناس أن الدين فعلا له ظاهر وباطن، ولذلك سموا الباطنية لأنهم ادعوا أن للدين ظاهر وباطن. الفقرة الرابعة قال، لأنه رد من ثلاث وجوه كما ذكرنا، فذكر أما رابعا أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن إدراك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه. فهو يقول إن العقل قد يعجز عن إدراك بعض التفاصيل، قد يعجز، لكنك أنت لست بمكلف بما عجز عنه العقل، لكنه في الجملة يؤمن بما دلت عليه النصوص. ثم قال إن الأساطين من هؤلاء الفحول يعترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. يعني هم الآن الذين يحتجون بالعقل سماهم أساطين وسماهم فحول، لأن لهم كتب كثيرة وعندهم علم كثير، لكن من يرد الله فتنته؟ فهؤلاء يعترفون أن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات، فأنت بدل ما تحيل كل شيء إلى العقل أحيله إلى الوحي، إلى ما جاء به الأنبياء من الكتب والسنة. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً، وأنه بيّن للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. يعني أن الرسول بلغ البلاغ المبين وفسر الكتاب والسنة للمؤمنين، ولم يترك ما للناس حاجة إليه إلا وبينه. بعض تفاصيل أو أشياء لا تدركها العقول وليس للناس حاجة في إدراكها، مثل الكيفية، لما تأتي وتقول كيف استوى، كيف يده سبحانه، كيف قدمه، هذه لا حاجة، هذه لا تدركها العقول ولا حاجة للناس أن يعرفوا ذلك. هنا علق شارح هذا الكتاب الفتوى الحموية معالي الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله، قال إن نصوص الصفات تعلم بالاضطرار. ما معنى تعلم بالاضطرار؟ يعني مضطر الإنسان أن يعرفها لكثرتها. قال فهي ليست دليلا واحدا يمكن تأويله، ولا هما نصان يمكن أن يتأول، ولكن هي كثيرة جدا.
يعني ما تجد تكاد تخلو آية إلا وفيها اسم لله أو صفة من صفاته، حيث إنه يعلم بالاضطرار أن المراد بها وصف الله بهذه الصفات. فوصف الله بالعلم ووصفه بالقدرة ووصفه بالكلام وبالسمع وبالبصر وبالحياة هذا كثير جدا في القرآن، وهذه الصفات لم ينكرها الأشاعرة، ولهذا هذه الصفات لم ينكرها الأشاعرة السبع الصفات لأنهم رأوا كثرتها في القرآن، ولم ينكر بعضها المعتزلة وكذلك غيرها من الصفات كالصفات الذاتية أو الفعلية كصفة الوجه لله عز وجل أو صفة اليدين أو صفة القدم له سبحانه وتعالى أو صفة الساق أو غير ذلك من الصفات، كلها ثابتة لله عز وجل لا يدخل فيها بتأويل، لأن التأويل يمتنع في هذا بقوة، يعني مئات النصوص تؤولها هذا لا يعقل البتة، كما بل يجزم بذلك، فهل يمتنع التأويل بهذا بقوة بل بجزم بذلك، لأن النصوص كثيرة جدا مما يعلم معه أنه لا مجال للتأويل قطعا، فلا يدخل فيها التأويل، لأن التأويل يكون لكلمة أو جملة تأتي يراد منها غير ظاهرها بقرينة، كما يعرفون التأويل بأنه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره بقرينة دلت على ذلك، وهذا قد يكون في دليل أو يكون في مسألة، أما في نصوص الصفات فهي كثيرة كثرة يمتنع معها أن تكون كل هذه الكثرة يخاض فيها بالتأويل، إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بل الأنبياء جميعا أتت بما لا تدركه العقول أو لا يدركه أحد في صفات الله عز وجل، وهذا محال، لأننا قد أمرنا بتدبر القرآن، والتدبر يحتاج أن نفهم المعاني، وإلا ما الفائدة من التدبر. ثم قال: والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، يعني بالخلق. الإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ يعني بخلق الله للخليقة، والمعاد أي بالبعث وأنه يعيدهم كما خلقهم، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وفي قوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وكقوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده، ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره وأنصح للأمة من غيره وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة، يعني إرادة البيان وإرادة التوضيح ليهتدي الأمة
بما كلفه الله عز وجل به. قال: ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعاً أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة، أما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف. انتبهوا لهذه الثلاث الطوائف وتأملوا كلامها فإنه ظاهر الانحراف. فهو قسمهم إلى ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. ثم بدأ يعرف الطائفة الأولى أهل التخييل، قال: هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم أو متصوف، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. انظروا إلى الخلق والعياذ بالله القاعدة التي ينطلقون منها، يقولون ما جاء به الرسول هو من باب التخييل، يعني يقربه للناس، لكن ما هي الحقائق؟ ليس هو الحقائق. هؤلاء هم أهل التخييل، إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه يبين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. ثم هم ينقسمون إلى طائفتين أو إلى قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق، حتى الرسول عندهم لا يعلم الحقائق. منهم من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وهذا مبدأ يجعلون أن الفيلسوف أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الصوفية من يقول الولي أفضل من النبي. بناء على هذه القاعدة أنهم هؤلاء يعلمون الحقائق على ما هي عليه والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمه على ما هي عليه، ولذلك قال: وكذلك الأشخاص الذين يسمونهم أولياء، منهم من علمها ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. ويكفن هؤلاء، يعني لا ينخدع بهم إلا فاقد العقل والعياذ بالله.
إذا كان هؤلاء الأولياء وهؤلاء الفلاسفة أعلم بالله من المرسلين، فهذه قاصمة الظهر كما يقال. قال: وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. يعني الشيعة فيهم باطنية، والصوفية فيهم باطنية، والفلاسفة فيهم ملاحدة. فهذه المقالة يشتركون فيها الثلاث الطوائف: غلاة الصوفية، وغلاة الباطنية، وغلاة الشيعة. ومنهم من يقول: بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها. يعني هذا القسم الثاني. القسم الأول يقول الرسول لا يعلمها، والقسم الثاني يقول لا، علمها لكنه كتمها، ما بينها. هو علمها، يعلم الحقائق لكنه كتمها لمصلحة الناس، فيقول إن الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، مو بس كتمها، تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء: يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في النصوص والإيمان بالله واليوم الآخر. ويكفي فساد هذا تصوره أنه يقول به أحد. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة. وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. الآن انتهى من بيان أهل التخييل الذين يقولون أن الحقائق التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي تخييل وليست حقائق. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل. يعني هؤلاء أهل التأويل، أهل التأويل هم أهل الكلام، وهم الذين يكثرون من المعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيرها من الطوائف. فهم يقولون لا، الرسول ما أراد أن يعتقد الناس الباطل، ولكنه قصد بها معاني لم يبين لهم تلك المعاني. يعني قصد معاني ولم يبينها ولا دلهم عليها، لكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها ومقصوده امتحانهم وتكليفهم. يقولون الرسول عليه وسلم عرفها لكنه ما علمها لهم، ما علمهم بالتأويل، ولا أراد أن يعتقدوا الباطل، وإنما أراد منهم الاجتهاد، وذلك امتحان ليعرفوا المعاني المصروفة لهم. فهو يريد إتعابهم، ويريد أن يكدوا أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته،
يعني الآن يريد منهم أن يعرفوا الحق، لكن ما هم من جهة الرسول. لو كانوا من جهة الرسول قال ارجعوا إلى بيانه وإلى الكتاب والسنة، وهم يرجعونك إلى عقولهم، فهم يريدون منك أن تجتهد أنت امتحانا لتصل إلى الحق باجتهادك. فمعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم الناس، وهذا في الصفات، أما في المعاد ولا، هم ليسوا كذلك، لأنهم يردون على الذين ينكرون حشر الأجساد والبعث، لكن خاصة فيما يتعلق بالأسماء والصفات فهم يقولون لا يمكن أن تجد الحق من قبل الرسول، لا من الكتاب ولا من السنة. وأين أجد الحق؟ اجتهد بعقلك، والله أراد منك ذلك امتحانا. انظروا إلى السفسطة والعياذ بالله. ولهذا قال وهذا القول من الذي قال به ومن تبناه؟ هذا قول متكلمة الجهمية. متكلمة الجهمية يعني الذين يعتمدون علم الكلام، ومتكلمة الجهمية ومتكلمة المعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك، والذين قصدنا الرد عليهم في هذا الفتيا، يعني الشيخ أفتى هذا الفتوى للرد على هذا الصنف أهل التأويل، ما هو للرد على أهل التجهيل ولا على أهل التخيل غالبا، وإن كان تعرض في مسائل التجهيل، لكنه أراد هؤلاء لأن لهم كتب ولهم مؤلفات ولهم قول حسن في بعض المسائل، فقد تنطلي هذه الشبه التي أثروها على بعض الناس، فأراد أن يرد عليهم في هذه الفتوى. قال لأن نفور الناس عن الأولين، ويقصد أهل التخيل، مشهور، يعني ما أحد يصدق أهل التخيل ولا تنطلي شبههم أبدا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة، اللي هم أهل التأويل، تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. لماذا؟ لأن الفلاسفة احتجوا عليهم بجنس حججهم. الفلاسفة قالوا لهم ألستم تأمروننا أن نرجع للعقول؟ قالوا نعم. قالوا كذلك إذن نحن نرجع للعقول. فهم عزلوهم عن الوحي، لما تقول لهم ارجع إلى عقلك واجتهد واترك الوحي، فهم عزلوهم عن الوحي. فهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. يعني الفلاسفة قالوا لهم يلزمكم أن تتأولوا البعث وحشر الأجساد والأكل والشرب في الجنة كما تأولتم نصوص الصفات، فالباب واحد. فهم دخلوا عليهم من هذا الباب، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبه المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهؤلاء نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. وهو هنا يقصد بالكتب الإلهية يعني في التوراة الصحيحة وفي الأنجيل الصحيحة وفي القرآن، فإنها كثيرة جدا النصوص، كلها جاءت في الكتب الإلهية قبل أن يدخل التحريف عند اليهود والنصارى، أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، يعني ينكرون البعث، وقد أنكروا
على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه، يقولون ما يمكن كيف يبعثون الناس بعد أن صاروا رميما. بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها، أو لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. يعني العرب لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبرهم عن الله عز وجل ويذكر صفات الله ما أنكروا العلم والسمع والعلو، ما أنكروا هذا، وإنما أنكروا المعاد، معاد الأبدان. أما وصف الله عز وجل، حتى المشركين كانوا يؤمنون بكثير من صفات الله سبحانه وتعالى. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ هذا يرد به على الذين أنكروا الصفات، يقول يعني كيف يجوز لكم إثبات البعث ودلائل البعث وتنكرون الأسماء والصفات، والأسماء والصفات أدلتها مشتهرة أكثر من أدلة المعاد. وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة أهل الإثبات. هو يقصد بذلك الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الحبر اليهودي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذن هذا الحبر اليهودي من أين أتى بذلك؟ أتى به من التوراة، وكان كلامه صحيحا في إثبات هذه الصفات، صفة الأصابع لله. والرسول ضحك من ذلك متعجبا لأنه وافق الحق. فاليهود ما حرفوا هذه الصفات، لكن حرفوا أشياء ثانية، ولذلك عابها الله عليهم. فهم قالوا يد الله مغلولة، وهذا باطل، ورد الله عز وجل عليهم بذلك. قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن الله استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فالذي حرفوه من أسماء الله وصفاته رد الله عز وجل عليهم وعابهم، والذي لم يحرفوه وهو كثير باقي فيها، إلا أن كان دخله تحريفات أخر في طبعات أخر، فهذا الكلام الموجود
في زمن الوحي. قال: والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان، يعني الثاني وهو إنكار البعث معلوم بالاضطرار أنه باطل، فإنكار الصفات أولى بالبطلان، تأويل الصفات مع كثرتها وقد اتفق عليها الكتب الثلاثة، خاصة الإنجيل والتوراة قبل التحريف مع ما في القرآن، فهذا أولى بالتسليم وعدم البطلان وعدم التحريف. وأما الصنف الثالث، الآن انتهى من أهل التخييل وانتهى من أهل التأويل، بقي إيش؟ أهل التجهيل. وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، وهذا عجيب، انت افهموا هذا جيدا، كيف كثير منهم؟ لأنه انطلت عليهم الشبه التي روج لها، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك، وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا ابتداءً، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه، وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. شوفوا كيف تنقدح الشبهة عندهم، وما يعلم تأويله إلا الله، فقالوا معاني الأسماء والصفات هذا لا يعلمها إلا الله، يعني كل الصفات التي وردت في القرآن والسنة إلى غير ذلك فهذه لا يعلم تأويلها إلا الله، وهذا فهم خطأ، وهو الذي أحدث الانحراف والعياذ بالله. فالمراد ب ولا يعلم تأويله إلا الله ليس المراد لا يعرف معانيها إلا الله، وإن المراد حقائقها عندما تأتي لا يعلمها إلا الله، حقائقها لما تأتي لا يعلمها إلا الله، فهم أخطأوا في التفسير وأخطأوا في التصور، يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وقف عند كلمة لا يعلم تأويل الله ثم استأنف، فقالوا وهو وقف صحيح، يعني لا هذا الوقف، لكن ما معنى التأويل هنا؟ هذا الإشكالية، يعني غلطهم في معنى التأويل وليس غلطهم في الوقف أنه لا يعلم تأويله إلا الله. وقوله وفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك. هذا لعلنا نؤجله إلى الدرس القادم، لأنه موضوع مترابط ويحتاج إلى
أن تحضروا أذهانكم له. في تفسير صفحة كم الآن وصلنا؟ 123. إذن هذا في الدرس القادم بإذن الله عز وجل نذكر ملخصا لتفصيله، ونكتفي في هذا المجلس بما سمعتم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.